تشرب ايه يا عمر؟ لا انا مش جاي الضيف، بلغوني ان انت عايزني. خير؟ على طول كده؟ معلش، ما انا ما عنديش وقت. يعني انا كنت عايز اقول لك الحقيقة، سر يعني بقالي سنين عاوز اقوله لك. ما قلتوش من زمان ليه؟ هو انت عارف انا هقول لك ايه؟ امي عايشة، مش هو ده السر اللي عايز تضرب بيه صلاح النمر؟ انت عرفت ازاي؟ مفيش حاجة بتستخبى، كل حاجة مصيرها بتتعرف. طب كويس انك عرفت، لان ما كنتش عايز اضرب في صلاح النمر ولا حاجة. واضح. الحمد لله، وكان مصيرك هتعرف، لان ده كان ظلم، ظلم كبير علشانك. ومين تاني بقى كان يعرف؟ عم حكيم كان يعرف؟ حكيم، وانا وابوك وامك وناس تانية كده ما تعرفهمش. صلاح النمر عمل كده ليه؟ ابوك كان بيكره امك، بيكرهها كره العمى، وبعدين كرهك بسببها، لان كل ما يشوفك بتفكروا بيها هو كده.